كتر ما تغيرت علي يا صوت مش عارفك لمين هو عيني لا هو مش عيني ولا الضحك اللي كانت من السنين ومن كتر ما عم يمرق على قلبي همه وعم يرسم عوج زنون بتطلع بلكي بشوف حوالي صورة تذكرني أنا شو بكون من كتر ما عم ياخدني هالزورة بالبحر اللي ما عنده نجوم ولا سطود دخيلك يا حياتي خوفي اغرق خلقيني عايدك قبل ما اموت من كتر ما عم بشعر في شي تغير جواتي والوقت بحسه مغيب لو شفتي ملامح وجهي بتصور بمرق حدك انا مثل الغريب حبيني حبيني طيضل وجهي الي حبيني حبيني خايف من هالمرحله تغرقني عالهدى ما يلاقيني حدا ولا يتعرف علي ولا يتعرف علي حبيني حبيني طيضل صوتي الي لقيني لقيني ولو تهتي عني اسألي هالنجم هالمدى هالجاي هالمضى هالضو اللي بعيني هالضو اللي بعيني عالهدى وما يلاقيني حدا ولا يتعرف علي ولا يتعرف علي حبيني حبيني عم تدور على شيء؟ والله طلع منك يا وسام. طلعت تلميذ نجيب. هي أنا معجب فيه كتير. صاري أنا كنت مجبور أنا ما كان في أرفض له طلب للمعلم بعدين صدقني أنا ما كان لي علاقة بكل شي صار بعدين ولا حتى بخطفة جيمي أنا لو كنت عارف بده يصير هذا الشي كنت طربقت الدنيا فوق راس الكل أنا ما بحب هذا الحكي بس اللي عملته انت منطقي انا محلك بعمل نفس الشيء لانه طلبات المعلم اوامر بس انت بدل ما تربح خسرت كان المفروض يطلع لك حصه من المبلغ بس انت طول عمرك مستعجل كل عمرك مستعجل من وقت ما انتشلتك من بين ايدينا المحتلين بعده الأمارة عم يمشي بدمك يعني كان ممكن يكون معك مبلغ تقدر تأمن فيه مستقبلك ويغنيك عن الشغل تحت ايدي وايد غيري بس حبيت تضرب صولد كانت النتيجة غلط ورا غلط ورا غلط هذا الشيء اللي حررت لك فيه 5 مليون دولار و
واللي كنت عم تدور عليه وخربت بيوت عالم من وراه. الحقيقة أنا خفيته عنك لأنه كان هذا الامتحان الأخير. للأسف فشلت بهذا الامتحان. أنا كل عمري كنت مخلص لك، لأنك أنت كنت بالنسبة لي مثالي الأعلى. أنا ما بحياتي فكرت إني أأذيك. أنا بأذي حالي وما بسمح لحدا يمس شعرة منك. أنا طول عمري بحلم إني أكون مثلك، عيش مثلك. صدقني. إيه بس للأسف يعني هذا الشيء ما رح يكون ولا رح تقدر تصير. انت رح تضل انسان فاشل، انت ولا شيء. سوري اذا بيرضيك انك تقتلني. تنهي انت بالنسبة لي شخص متي. إذا بدك تأخذ احتياطاتك تصرف، لأنه الدرك مش مطولين رح يجوا ياخدوك. للأسف انت كل الحماقات اللي ارتكبتها كانت مكشوفة، يعني ما لعبت صح. فكرتيني ما عم بعرف شو عم بصير من ورا ظهري يا فجرة. انت اخر واحد بيطلع له يحكي عن الفجر. خلصي. عم تضربني يا كريم؟ بدي اقتلك كمان. اللي عم تظهري مع واحد عدبنك. انت هيدا اللي زعجك. لو كان تاجر الماز ما كنت زعلت، ما هيك؟ الله شو بحبها ما تكونوا سوا. تعال على قلبي. تعال يا حبيبي يا خيي. ذكرتني بايام الطفوله. يا الله على ايام الطفوله. انتو بتعرفوا انه انا بحبكم كتير، ما هيك؟ نحن منحبك ومنموت فيك. شو بك حبيبي؟ ليل بس ليه عم تحكي هيك؟ شو ما صار بدي اكون تعرفوا انه انتو كل شي بحياتي. انا ولا مرة قصدت اني اذيكم. تأذينا؟ انت يا خي من ايمتى بتأذينا؟ مشتاق لتينا لما سوى جيمي. هلأ بس يجوا من المدرسة بتشوفهم حبيبي وبتلعب معهم مثل العادة.
وإذا بدك بتروح لعندي تلعب مع تينا، تينا مشتقت لك. مدام في ضابط على الباب عم يسأل عن الأستاذ وسام. أوكي رح شوف شو بده ورجع. لحظة أنا جاي معك. أهلا حبيبتي الضابط. مدام هيا، بيصفتي بلغك إنه بعد التحقيقات والتحريات وتقاطع المعلومات بين أنه خيك سيد وسام متورط بعملية خطف زوجك سيد يوسف زهران وطلب فديو محاولة قتله. كما تبين أنه متورط بجريمة قتل المدعو أبو شلخة والمدعوة شيرلي والمدعو جابر. يا ريت بيسلم حاله من دون شوشرة ومن دون مقاومة. يوسف أنا بعرف إنه رح شوفك هون. لا تخافي، أنا جيت لحتى أشوفك آخر مرة وبعدك إنه ما رح أزعجك بعد. أوكي بس حبيت إني أشكرك. شكرني على شو؟ على آدم. أنت عملتي معجزة يا أميرة. آدم أنقذ حياتي مرتين، يعني بالرغم من بساطته وبرادته خلاني أعيش على نقيض مع حالي. عم بشتاق له. وأنا آدم. يوسف أنا كمان بدي أتشكرك. على شو؟ على المصايب اللي خليتك تمري فيها؟ إيه ولا بصراحة المصايب يلي مرقت فيها خلتني أجي على المسرح، المحل يلي أنا بنتمي لإله. بس أنت كأنك رجعتي تركتيه؟ شحطوني. ليش؟ لأنه عندهم عرض مسرحي. يعني أنت بقيتي بلا مسرح؟ هيك شي. والمسرحية؟ قرب وقت عرضه. بدك شيء؟ سلامتك. في كم مشوار لازم اعملهم، بجوز ما بقى يصح اللي سويهم. باي.
ورجع لمرتك راشد. شو مليتي مني؟ صراحة ايه؟ لأنه مكانك الطبيعي هونيك مو هون. ايه بس ما كان هيدا رأيك بالأول. مزبوط، لأنه بالأول كانت علاقتنا سرية، كان فيها قلق، ما كان حدا قلو علينا، وكنت أنت دائما مشاعري. بس هلأ كل شي تغير. على قليل أنتو عندك عيلة فيك ترجع له، في شي تاني تساوي بهالدنيا. وأنت؟ أنا بدي سافر. بدك تسافري؟ هيك بدون مقدمات، بدون ما تخبريني؟ أنا بعمري ما قعدت وقت طويل بمكان واحد، هذا الشيء اللي ما بتعرف عني. فكرتك متمسكة فيه. لوين بدك تسافري؟ صراحة ما بعرف لسه، ما بين معي. اوعك تفكر اني مستقلة، بس لاني بعرف ومتأكدة انه لساتك بتحبها. كرمال هيك قوم روح ارجع لعندها. مسعود؟ آدم؟ شو جيبك على ضيعتنا؟ قصدي يوسف بيك، شو جيبك على ضيعتنا؟ أرجوك مسعود خليك على طبيعتك. ما تفغزني، فكرتك آدم. ما فرق. لا هيك صار بالدكان؟ عجبك يا يوسف بيك؟ مفكرين حاطة كنز بهالدكان، مخبيه كنز، مش عارفين إنه كل البضاعة دين. ولا يهمك، كله رح يتعوض. من وين يا حسرة؟ وحياتك لترجع الدكان معباية مثل أول وأكثر، وما رح تكون بالدين. كتير كتير يا موسم الحرير. ما رح تنطري أبداً، أنا رح أعوض لك كل شيء. أنت؟ إيه؟ أنت اطلبي وتمني. يا حسرة، من زمان بطلت لا أطلب ولا أتمنى. ليه؟ لأني ما بعمري طلبت شيء وتحقق. طيب، شو آخر مرة طلبتي؟ إيه؟ أخيلك ما تذكرني. من شي 30 سنة ما لحقت هبل تمي قدام المرحوم، ويا ريتني ما نطقت. شو طلبتي؟ كنت عم تسمع على مسرحية صباح ووديع، اسمها موسم العز، وبالمسرحية اللي بهديها فستان أزرق حرير. قلت له لجوزي إنه ما شو بصير إذا هديتني فستان أزرق؟ بتعرف شو قال لي؟ شو قال لي؟ قال لي بكير كتير يا موسم الزيتون. طيب ويعني وبعدين؟ بعدين؟ جنيفي لهلأ بعد عم تجاني، هيدي الذكرى الوحيدة اللي ترك ليها المرحوم، الله يرحمه. بعرف انه الولد ما رح يفاجئك، لانه اغلى هدية هديتك اياها من وقت اللي تزوجنا لهلأ هي الولد. بس بوعدك انه كل شيء رح يتغير، رح يكون في حياة جديدة، رح يكون في راشد جديد. معك حق، كل شيء بيتغير، ما في شيء بيبقى على حاله. اول مرة بحس انه الحياة هالقد سخيفة. بس انت كمان سوزي لازم تطلع من اللي انت فيه، لازم تكوني قوية، لازم تكوني قد حالك. كيف بدك ياني اطلع من اللي انا فيه؟
خي وسام الوحيد مات، بس نحن بحاجة لألك. تينا كمان بحاجة لألك، بحاجة لسوزي النخشة المهضومة. بعدين أنا كمان ضعان العجب، وين سوزي اللي بتضل تنق؟ من بعد شو؟ من بعد ما كل شي انكسر بيناتنا؟ كل شي رح يتصلح، وحياتك كل شي رح يتصلح. بس اعطينا وقت. معنا وقت. يلا كله. استاذ يوسف شخصيا. يوسف ليش ما ناديتني ادم؟ لانه هيئتك ما بتدل على ادم يعني. بس انا الاثنين برون. اثنين؟ طيب من اي جنب بتحب احكي؟ كيف شغل؟ على حطت ايدك والله. طيب شو الطريقه لحتى يصير احسن؟ لك هي مش كثير يعني، اهم شيء واحد يكون عنده شغله. يعني صاله لالي 30 40 دبيه، مش مثل هالنص الزين اللي انيهم. كاس الاستاذ الله يخليك، شو بتشرب؟ كرامبري. كرو. حلو حلو. سياره ليموزين ومحترمه. كريدت كارد بس ما بتحطه بمكنه بيرجع لك فاضي. لا كريدت كارد بتزته بيرجع لك مليان. يعني هدول يعني شغلتين بسيطين. طيب برهم انت كل هالاعراس هدول يعني انت ما فكرت تتزوج مثلا؟ لا لا دخيل عرضك دخيل عرضك. انا ابعد من هيدا الحياه ما بتطلع اساسا. قبل ما يصير عندي كل هدول الشغلات يعني ليموزين كريدت كارد ما بفكر فيها نهائيا. طيب اذا صاروا هدول كلهم يعني انت مين بتفكر تتزوج مثلا بهيدي الحاله؟ ايه ما برضى بقال من كيم كارداشيان. لا وبشتح لها الوردات هونيك وبصير بقلها لميون. صحتك. هي هيك الحياة بدنا نتقبلها مثل ما هي. بس أنا زعلانة مرتين، مرة لأنه خيي، مرة لأنه هو السبب بكل شيء اللي صار وخرب لنا بيتنا. ديز هيا ديز حبيبي ما بدنا دموع. سوري حبيبي بس مش قادر اهدي حالي عن البكي. في حل. شو؟ نجيب ولد. ولد؟ عم تحكي جد يوسف؟ جهلة بالي بيبي. بصير في عنا ثلاثة، جيمي وماسر ووسام. وبركي اجت بنت. المهم ولد منك. بتعرف يوسف، ما بتعرف انا قدي بحاجة للامان والاستقرار. ما بلاقيهم إلا معك حبيبي. انتي قضيتي معي كتير، أثبتي إنك جبارة، وأنا أثبتت إنه عندي بعض نظر لأنه اخترتك. Big.
بدك تنطر موسم الحريق كتير كتير يا قلبي كتير بدك تنطر موسم الحريق وغادي عطف العز لقينا غادي عطف العز لقينا حبيبي رح اعمل لك القهوة بايدي صباح الخير حبيبتي ما دور كتير لأنه بس تفيقي رح تلاقيني صرت رايح ما زعلي مني لأنك بتعرفي أكتر وحدة إنه وجودي ما عاد يفيد بهالظروف أنا تركت ولادي مع أعظم أم وزوجة بالعالم بس أنا أفشل أب على وش الأرض صدقيني بلاقي الأولاد رح يربوا أفضل وأنا واثق بقدرتك على تحمل مسؤولية الدورين دور الأب ودور الأم بعرف أني عم حملك أعباء زيادة بس هذا هو الحل الأمثل للكل افتح الدرج رح تلاقي وراء هدول وراء ملكية محلات الألماس حولتهم لاسمك بعد ما كنت بايعهم للشاب اللي بالباسبور الأزرق يعني المحلات من الأساس ما راحوا لحدا غريب ورح تلاقي عقدين كمان باسمك يعني الفيلا صارت إلك بعد ما كانت للشاب يلي بالباسبور الأخضر تركت لك حساب البنك بخليك تعيشي انت الولاد حياة كريمة الى ما لا نهاية بالنسبة للبيبي أنا بقترح تسمي وسام سواء كان بنت أو صبي وما تنسي في باسبور تاني إليك وللأولاد أنتي حرة التصرف فيه مكوك صديقي ورفيق الرحلات المستعجلة أنا آسف
لأني ضيعت لك الموتور، وياريت تقبل مني هالهدية المتواضعة، عسى أنه يعوض لك عن الأول. هلأ بعرف صعوبة التأقلم مع موتور جديد بعد عشرة هالعمر اللي بتجمعك بالقديم. كل اللي بيطلبوا منك شوية صبر. مسعود، انت ياما تحملتيني رغم الظروف الصعبة، فقبلي مني هالهدية طالما حلمتي فيها من زمان. مسعود بدي شوكولا. مسعود، مسعود، عز علي فراقك، بس كان لازم رد لك جزء من المعروف اللي عملته معي. علمتني انه الحياة ايقاع فعلا. بتمنى تقدر تتواصل مع كيم كارداشيان وتقدم لبقت الورد، لانه اقل من كيم كارداشيان ما رح تقبل. أما أنت يا صديقتي، ما رح أسمح للوحدة تستولي على حياتك. بتذكر كتير رقصتنا الحلوة.
ولأني ما رح أقدر أكون متوفر فبعت لك شريك تاني بيستاهل إنك ترقصي معه العمر كله. خشبة المسرح هي المحل الوحيد يلي بخليني عارفة لوين رايحة، هي الحقيقة الوحيدة بحياتي. قبل ما تنزل الستارة على المشهد الأخير للقصة يلي جمعتنا، بحب أقول إنه اللي صار يمكن بيشبه الخيال، ومين قال إنه الواقع بحد ذاته ما بيحمل جانب من الخيال. بدي اعترف انه التجربة يلي مرقت فيها عملت مني انسانة جديدة قوية واثقة، بعد ما عشت عمري بين حيطان الوهم، طفلة خايفة ضعيفة وحيدة. أنا مش وحيدة، والطفلة يلي فيي مش رح اسمح لها تكبر. ورح تبقى حدي سندني وترفقني بالطريق يلي قررت امشي. بعد ما حددت أهدافي ومأكدة شو بدي، وبعد ما اكتشفت إنه الحياة مستمرة وإنه مهما كانت الصعوبات والعقبات ما في شي بيوقف بدربه ولا بدربي، أما أنت يا حبيبة قلب صديقي آدم يلي خليتي يعرف أهمية أنه يكون الإنسان نايم، لأنه الذكاء مو دايما فعال، أحيانا بجيب البلاء لأصحابه. كنت حابب أهديكي مسرح بس ما قبلتي الهدية، شكرا على كل شيء، على كل شيء.
وعلى أمل شي يوم من الأيام تقدري تحددي وين الوهم وين الحقيقة. أنا شخصياً ما بعرف، كل شي بعرفه أني مثل خشبة طافية على وش المي وما بتعرف الموج لوين بده ياخدها. Hi sir, welcome on your boat, Mr. Cabani. كتر ما تغيرت علي يا صوت مش عارفك لمين، هو عيني لا هو مش عيني ولا الضحك اللي كانت من السنين. ومن كتر ما عم يمرق على قلبي همه وعم يرسم عوج زنون، بتطلع بلكي بشوف حوالي صورة تذكرني أنا شو بكون. من كتر ما عم ياخدني هالزورة بالبحر اللي ما عنده نجوم ولا سطود، دخيلك يا حياتي خوفي اغرق خلقيني عايدك قبل ما موت. من كتر ما عم بشعر في شي تغير جواتي والوقت بحسه مغيب، لو شفتي ملامح وجهي بتصور بمرق حدك أنا مثل الغريب. حبيني حبيني طيضل وجهي إلي، حبيني حبيني خايف من هالمرحلة غرقني عالهدى ما يلاقيني حدا ولا يتعرف علي ولا يتعرف علي. حبيني حبيني طيضل صوتي إلي، لقيني لقيني ولو تهتي عني اسألي هالنجم هالمدى هالجاي هالمضى، هالضو اللي بعيني هالضو اللي بعيني. عالهدى ما يلاقيني حدا ولا يتعرف علي ولا يتعرف علي.